يلا يا ناصر العب عشان انا معايا تليفون. العب مين بقى؟ لا اخش استنى والنبي اقول انا مين. طب قول انت قول يعني اعمل حرف اقول مين ولا اقول زي ما انت مين بقى؟ ولا هتعرف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مين معايا؟ احسن شيف في العالم حبيبي. اخبارك يا حبيبي؟ اولا لا مش هتعرف لو ما حدش قالك مش هتعرف. لا والله ازيك يا كابتن حبيب قلبي. حبيب انت فين؟ بتك عليه جامد. فاكر الكبده؟ فاكر الكبده اللي انت ايه انا في فاكر الكبده اللي انت جبتها لنا في اليابان. الله عليك. اقول مثلا مين بقى؟ عم محمد فضل. لا فضل معانا. فضل ايه؟ امير عبد الحميد. كابتن امير عبد الحميد. عم امير اللي بيحب الكابتشينو. حبيبي عم امير. حبيبي عم امير ده عم الناس. كابتن امير ربنا يوفقك ووفقك في اللي انت فيه بجد والله ما شاء الله عليك. ربنا يحرسك ويورث النادي الاهلي اللي هو جابوها ازيك صراحه يعني. ربنا يبارك لك يا ميرو. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب يا كابتن اسلام انا مبسوط جدا والله بالمداخله دي. بمس عليك وحشت جدا. وطبعا كنت حبيب قلبي يا ميرو. ازيك يا حبيبي؟ حبيب قلبي. حبيبي وحشني جدا والله وشرف ليا ان انا كنت بلعب معاك الصراحه. عاملين جو كويس النهارده ويعني الصراحه انا فرصه سعيده جدا ان انا ادخل المداخله دي عشان انتوا وحشني جدا والله بجد. بالعكس يا امير ده الشرف لينا احنا يا امير. وانت عارف ليه؟ وانت عارف ليه؟ بس انا مش هقول قدام الناس. لا والنبي قول. والنبي قول. والنبي قول. ما ينفعش اكل على الهواء. ينفع يا ريت. مش هينفع اقول النهارده. ينفع النهارده بنقول كل حاجه. الكبده اللي انت بتحبها يا امير اهي. والكبده اللي انت بتحبها ناصر بيعملها اهو. ايه بص يا عم امير الكبده اللي انت بتحبها وبيجي لك بس بيموت في العكاوي يا امير. برضو عكاوي كوارع. انا والله العظيم اقول لك حاجه يا عم امير. انا الحاجه ده عيالي النهارده والله العظيم اللي انت كلمتني والله. حبيب قلبي انا مبسوط جدا والله صراحه يعني. اولا انا فخور ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي وان انا كمان فخور اكبر ان انا لعبت مع كابتن اسلام الشاطر وكابتن بركات وكابتن سيد معوض وتريكا وكل الناس اللي موجوده يعني مش عايز انسى حد. وفي نفس الوقت كانت ايام تحفه وعملنا الحمد لله تاريخ لينا وللنادي وكان شرف لينا شرف ليا ان انا كنت بلعب مع النجوم الكبيره دي. وكان في ذكريات طبعا يعني كبيره جدا في افريقيا واليابان وحاجات كتيره جدا بصراحه يعني. انا لا وسبريهات كتير يا امير. سبريهات كتير قوي 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 قوي. طب ايه موضوع السبريهات ده يا جماعه؟ مش لا ده بره الهواء ما ينفعش برضه. هو كل ما اقول لحد حاجه يقول لي بره الهواء. هو امير اسود هو طول عمره كده يعني. هو ما تفهمش كده يعني بيعمل حاجات غريبه كده. والجاكيتات الحمراء والحاجات الحلوه دي. لا بس كل ده مقدور عليه. انما يعني السبريهات لا سبريهات كتير يعني كتير قوي. الوحيد اللي خد بالي قلت انت فاكر؟ والله انا فاكر كل حاجه كانها حصلت امبارح. وفاكر برضه الموقف اللي حصل مع كابتن حسام؟ يا عم انا مش عايز افتكره. ده بلاش دلوقتي بقى. ده عمال ابوس ايدك ولا كده. انا عمال اقفل على المواضيع دي من الصبح. لا اعمل ايه؟ لا 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 بص اصل في مواقف وكان وفي ده غير بقى كاس العالم وغير الكبده بتاعت عم ناصر برنس. لا عايز اقول لك على حاجه. عامل مشترك معانا في كل حاجه ناصر. ما ترش انت فاكر في اليابان معاه بالايس بوكس كان فيه كبده وبعدين مانويل جوزيه مستر مانويل جوزيه دخل وعرف القصه دي لحق وخد منه الكبده في اليابان. في طوكيو في اليابان. لا ما حدش خد مني حاجه يا باشا. ده في مصر بقى. انت قصدك في اسكندريه ساعه ما قفشني بالشوكولاته. في اليابان انا جبت الكبده ونصها خلص وبعد كده اديتها لخاله وقعدت اعملها له اللي هو قريبك في اليابان. ايوه معلش شفت انت نسيت يا امير من كتر الكباتشين. عارف يا كابتن اسلام؟ اه يا حبيبي. معانا ده غير السندوتشات بقى. الناس ما تعرفش ان احنا الفطورات اللي احنا خدناها كنا بناكل الساعه 2 بالليل سندوتشات كبده والكلام ده كله. وكان ما حدش عارف القصه دي كلها. ايوه عم ناصر هو اللي بيجيب لنا الحاجات دي. ورحنا اليابان جاب كبده ايس بوكس كبير جدا. انت جبت منين الكبده؟ دخلت اليابان الكبده في بوب صغير. في بوب صغير يا جماعه في اليابان بيقف كده جنب الشرف وبيعمل شمشمه. الطيار قال لي خلي بالك بيشموا الشرط والكلام. انا جيت كده كان الكلب بيفتش واحده اجنبيه قبلي قلت لها كوز مي. رحت عامل للكلب كده جاله غيبوبه ورحت داخل بالكولمان بليز هاي رحت داخل بيه. انا مش عارف والله. انا عارف القصه يا كابتن اسلام. عمي بقى عاش في طوكيو وعنده مطعم اصلا. قال له تعالى لي بقى من ريحه مصر. خدها خد نصها تمام
وعمالة اظبطها. وبعد كده خلاص بقى مع عم ناصر كل بقى انا كل الرجاله عماله تبعت لي تقول لي احنا عايزين نيجي ناكل. يعني انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. يا جماعه انا يعني مش عارف اقول لكم الدعوه مفتوحه ولا لا، هنا ممكن يمسكوا في خناقي لو قلت عم امير احنا جبنا سيره الكبده وجبنا سيره اليابان وجبنا عم امير وجبنا الشيخ زايد وجبنا المدربين اللي هيطلعوا ابطال وهيعملوا ابطال وابطال وابطال لمدى الحياه. الكبده ايه يا عم امير؟ والله منورين جدا والله يا كابتن اسلام. انا فرحان جدا، انا مبسوط جدا ان انا دخلت المداخله دي. حبيب. انا اطول عليكم بقى عشان طبعا كابتن سيد معوض وكابتن بركات وحشيني جدا. حبيب امير حبيب امير انا موجود معاكم والله، بس طبعا اسيبكم بقى للناس تستمتع بالحلقه دي، وربنا يوفق كده النادي الاهلي دايما ويجمعنا على خير ان شاء الله. حبيبي يا امير ربنا يخليك، متشكرين جدا وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله سنه سعيده عليك وعلى اهلك وعلى كل الناس يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن امير عبد الحميد.